أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل تنصحنا بقراءة كتاب موسوعة أسماء الله الحسنى ومؤلفه محمد راتب النابلسي؟ والله أنا ما أنصح بقراءة كتاب حتى أقرأه أنا وأشوف هذا الكتاب، ثم بعد ذلك أنصح بقراءته وتركه. أما أني أنصح بكتاب لم أره ولم أقرأه فأنا لا أقول هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.